ازيك يا شباب، معاكم حلقه جديده من الجو جيم. النهارده هنلعب لعبه فري فاير والتحديث الجديد. يلا بينا نشوف تحديث فري فاير الجديد. طبعا بدايه فري فاير العاديه. فري فاير اهو. اوكي تحميل. واو، طبعا ما فيش حاجة ضاعت، انا مسجل الدخول اساس. صاص العوان، بلعب خلف الكواليس، بلعب عادي مش خلف الكواليس، بلعب عشان استمتع. طب اشوف كده في حدث جديد حصل. لا ما حصلش احداث جديدة. اشوف المتجر، بس مش معايا اي جوهرة ولا جوهرة واحدة من في حاجة جديدة. اخرج لي المجانا ده، بس 5 كاش. Đêm nay chúng ta có thuộc về nhau không nhỉ? شخصية دي جديدة، شكلها صينية كده ليه؟ I am the fists of the law. لا دي تقريبا قديمة. اه دي قديمة، دول كلهم قدام. I am the fists of the law. I deliver through danger to be the best. الاثنين دول جداد ودي لا تقريبا الاثنين دول بس. انا آه ما شفتش الاثنين دول عمري ما شفتهم اصلا. ناس اي شخصيه جديده وخلاص او جواهر. انا عايز جواهر فري فاير عشان اجيب الشخصيه. بس اقول لكم انا نفسي في الشخصيه اهي. اه اتغيرت، لحظه كده اشوف الشخصيات اتغيرت ولا لا. هو لسه ده سلاح الافعى اتغير. ولا واحدة من دول غيرت بقت شخصية اللي انا نفسي فيها. راحت فيها، راحت فيها الشخصية. هو ايه فيه؟ ايه ده اتغير الشخصيات. احلق في السماء للبحث عن الفريسة. مش الشخص. فين شخصيات جديدة كتير جديدة؟ انا كان معايا الشخصيتين دول. الشخصية اللي عايزة راحت فيها. ماشي احنا هنلعب. يلا بينا. ان شاء الله نعلم عليهم. طب انا طبعا هكتم.
اوه بص ده طوكيو، دي شجر طوكيو، كل حاجات طوكيو دي. طوكيو يا طوكيو يا اليابان، ما هي طوكيو في اليابان. حمار يا ابني. بيوت طوكيو اهي. يلا نعلم عليهم. موتته مش مهم، موت لهم واحد صحابي ان شاء الله يكسب. طب هما اتنين بس اللي فاضلين، هيجي دوت يخلص عليا. تلاتة فيس تلاتة. طب استخبي فين يا ابني؟ ده شكله كان بريك. اوه ديت واقفة في مكان ذات. يلا يلا اجري اجري، خلاص انت هتروحي فيها. ايوه هيكسبولي هيكسبولي. يلا يكسبولي النص. بيلعبوا حلو والله، بيلعبوا حلو. Very good very good. اوه ده في حاجات اتغيرت، في اسلحة جديدة اتضافت ولا الاسلحة اتغيرت قوتها؟ ايه القنبلة دي؟ اه دي قنبلة شكلها اتغير. تصدق انا هشوف ايه المناطق الجديدة اللي اتضافت، اكيد في مناطق جديدة اتضافت ولا مفيش. انا خليني هنا، ولو جه حد موت. ما ينفعش اغير للفيرست بيرسون، يبقى احسن. خليني هنا، واللي يجي من هنا او من هنا اخلص عليه. اللي يجي من اي شباك ولا من اي باب هخلص عليه. هو ما اتنفضلش اصلا غير واحد. النص اتنين صفر اتنين صفر. السلاح اللي معايا دلوقتي حلو جدا، انا مش عايز اصرف فلوسي على حاجة. اجيب درع وبس كده ظبط، مش عايز حاجة ثانية. وحد رمى سلاح؟ لا محدش، مش مهم. احنا كلنا اصلا شخصياتنا رايحه فيها، بس احنا طلعنا اقوياء يعني، لسه مش ملفلين برضو قوي. انا هبقى اشوفهم ليفل كام دول كله. اول واحد يموت من عندنا ده شكلهم شدوا حلو. ده اللي انا موتته قبل كده، شايفين انا موتته برضو. لا حبيب عايز يموتني انا. الناس انا كنت كده كده عايز اجيب دي اصلا، الشات جان دي، انا بحب الشات جان. جات لي لغايه عندي الشات جان. خلاص لو احنا نفوز لهم ما يكسبوا لهم بقى مرة. اشتري فيكتور على فكرة. بنقدر نمسك سلاحين مع بعض لسه ولا لسه ولا لا؟ مش عايز خلاص، هي الأسلحة اللي معايا دي تحفة. الأسلحة اللي معانا على فكرة روعة.
هدخل عليهم معاه. يا خسارة، مش بقدر اضرب نار. انا هطلع برا الزون. ماما بويا كده. ايه ده، اتغيرت كمان دي. ويل تبع شكله شكل محمد رمضان خالص. نلعب لها جيم عادي. اخد ليتشيس فتح. يلا يا رب حاجه حلوه. كاب تزويد سريع. ماشي تزويد سريع. في حد انا مش بعرف ازاي امسك سلاح يا جدعان. عرفوني ازاي امسك سلاح. وانا عايز طقم على بعضه. ورا مره جالي طقم على بعضه على بعضه، ولا مره جالي طقم على بعضه. ماشي اوكي. ليش سكواد؟ ماشي دخلنا كلش كويس. اهو جبت الطايف. ليفل 5 خلي بالكم. مش عارف لفلت ولا لا. ده تاني دور، ده الدور التاني. وانا اسمي جوجيم 3030 اللي عايز يبعت. مفيش حد غيري بالاسم ده. ايه ده، ايه الدور ده؟ انا فاكره لعبته قبل كده. بس يا صاحبي احنا بنلعب. انا بصور بس بقى زمان ما لعبتوش يعني. عندكم ماشي ماشي. تعالوا نلعبوا يا جدعان. جيم واحد بس اللي اخد الاثنين فيكتور واشوف هما لسه بيتمسكوا مع بعض. انا ما مسكتهمش مع بعض غير مره واحده بس في عمري كله. هات سكوب الفيكتور مش بيتمسك مع سكوب. هما دولت وخلاص كده بقى. ندخل الحرب. في واحد هناك. انا مش بقتل. عايزه صدقها صعب جدا ان بتحكم بالبتاع دي. بس الفيكتور مسافات قريبة جدا. لازم معرفش ايه الغلاسة دي. طيب انا عايز ادخل جوه هنا. لازم اشيل السلاح. اهو شلته. اهو شلته. طب دخلوني. مينفعش ادخل ومعايا سلاح. طب انا عايزه احارب.
اعتلكم من برا. بيقول اهو الانضمام، انا عايز الانضمام. انا يعني هو ده اللي مزعلك؟ ماشي هرجع تاني. هو فين الرجوع اهو؟ ده اكيد. صدقني عملت كل حاجه اجيبها. بس احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا عايزين نجرب البتاع، يعني عايزين نجرب البتاع. فايه؟ معلش يا صاحبي هنخرج. خروج. خد لي دي، خد 200 جنيه. بص هروح هنا بس انا مش عايز الشخصية، انا هدخل بس يجي لي حاجة وخلاص، مش عايز الشخصية. لف تاني. طب ليه جالي سلاح بناتنا؟ لف تاني. لا 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 ما لفيت مرتين. الشخصيه انا اقدر اشتري شخصيات. احلق في السماء للبحث عن الفريسه. To be the best انا عايز الشخصيه دي. To be the best you need the best. طب والله العظيم ما معايا جواهر. يلا بقى ندخل جيم عادي. بس ده شكل اسمها ايه دي؟ اتغير يا عم، اتغير كتير قوي كمان، اتغير كتير. و ايه اللي حصل في فري فاير يا جدعان؟ الله على فري فاير الخطيره. هو ايه ده؟ دي ملاهي، دي شكلها ملاهي. ملاهي الكترونيه. ايه ده؟ هتتغيري الطيارة اكيد هتتغير. طب اشوف الاماكن الجديدة بقى والخريطة. ايه ده؟ ده جديد. اروح هنا. هما 3 جيمات. اول جيم انا بحب اشيله اول ما اقرب، ليه ما اعرفش. لا 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 لا، خد لك انت البيت ده، انا هاخد لي البيت التاني. والله بحب البيت التاني، حلو والله، والله ما وحش، جميله وكيوت البيت التاني، كيوت. طب سلاح يا جدعان، سلاح اما ادخل عليه اموت اهو. طلع ده شكله جديد، انا عمري ما شفته. خد
الشنطة هي. الشنطة دي هو في البيت ده. انا لازم اموته عشان انا متوتر. انا اتخضيت والله بجد، انا اترعشت. يا لهوي يا لهوي. بس لحظة، احنا كنا لسه داخلين، انا 27 يعني ماتوا كل دول في السنة دي. فاكرين اول مرة لعبت فيها فري فاير قلت ايه اللعبة السهلة دي؟ دلوقتي انا لعبت جيم كامل ونسيت افتح الفيديو. الجيم التاني ماشي. هننزل فين هننزل فين هننزل فين هننزل فين هننزل هنا هننزل هنا هننزل هنا هننزل هنا. مش ده نفس المكان اللي انا وصلت انزل فيه المره اللي فاتت؟ ياب، والناس زمانهم جايين. بس انتوا ما شفتوش المره اللي فاتت. انا هروح هناك كده على البيت ده ونط نطه نط نطه نط نطه عشان تبقى انا لو حد جه موتني من غير سلاح هبقى احاول اتعاون معاه. لو هو مفتري يبقى خلاص بقى لو من غير سلاح ده انا بقى معاه سلاح يبقى اقتله على طول. اللي يجي يموتني اقتله، اللي في وشي اقتله. انا معايا واحد بس يعني، لا معايا ثلاثة يعني اقدر اشتري اللي انا عايزه. شراء واشتري ايه كمان؟ مينفعش اشتري غير حاجة واحدة؟ لا اهو ينفع اشتري سكار. بس مش معايا ليهم طلق كتير. بس لحظة كده، ايه يا عمي كل شوية. مفيش حد هنا؟ هلو؟ مفيش احد. الحمد لله. ده جزاز اللي النت عنده يبقى وحش ويلعب فري فاير. وده جزاز اللي يقتل حد وهو ملاجئ.
ممكن يجي من ورايا. خلاص 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 خلاص. اول مره لعبت فيها فري فاير، فاكرين؟ فاكرين اول مره لعبت فيها فري فاير؟ بص انا قلت ايه، ربنا يمد جنيه. ابلع. سهله يا جدعان، سهله لعبه سهله. ودلوقتي يا لهوي، واشوفكم جاي مع جديد من الجيم. ويلا اصلا ما تنسوش باللايك شير سبسكرايب. فبكده نكون خلاص الفيديو النهارده، كمان ما تنسوش باللايك شير سبسكرايب، ومع السلامه.